نعم، الله عز وجل يقدر الخير والشر، وكل شيء بيده تبارك وتعالى، القضاء والقدر، فهو الذي خلقه وكتبه وأراده وأوجده وشاءه تبارك وتعالى. وليس في القضاء شر محض، وإن تبادر لذهن الإنسان القاصر أنه هو إيش؟ ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء القنوت: والشر ليس إليك، لأنه حتى إن كان في رؤيتك للقضاء فيه شيء من الشدة، فإن فيه شيء من المنحة، في كل محنة منحة، ولرب أمر معسر لك في عواقبه الرضا، ولربما اتسع المضيق، ولربما ضاق الفضاء. الأدعية، ما هي فائدة الدعاء؟ أن تتأمل في الألفاظ. إن من كثرة تذكارنا لأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات والأذكار في الأحوال وفي الأوقات وفي المناسبات، ربما نذهل عن التدبر فين؟ في ألفاظ هذه الأذكار: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، في بعض أطراف عز موجودة، وتولني ذكر لفظ الموجود الآن، نذكر الزيادة فيه: وتولني فيما توليت، وقيني شر ما قضيت. نعم.